بين الكويت والأردن دائما أرافع المستوى للمقامين السامي صاحب السمو وإلاة الملك والحكومتين والشعبين. وكان الأردن قد أطلق أبان تواجدي سفيرا للكويت في الأردن، شارع باسم المقام السامي وأطلق عليه اسم شارع الشيخ صباح الأحمد، وسمى أيضا ميناء العقبة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجار الصباح. ونحن هنا في الكويت وفي محافظة الفروانية تحديدا لدينا شارع رئيسي كبير اسمه شارع الأردن، وفي شارع آخر اسمه شارع عمان. وهذه المسميات تعطي انطباع عن تعبير المحبة والمودة ما بين الشعبين والبلدين على كافة المستويات. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وحفظ الله الأردن وملكها وشعبها، ودامت المحبة والمودة بين الكويت والأردن جميعا. ولكم تحياتي، أنا أخوكم فيصل محمود المالك الصباح محافظ الفروانية.